السلام عليكم، أخوكم مرة ثانية عبد الحنان تاجو. واليوم بالذات أنا متواجد في مدينة جلوبال سيتي، أمامي الآن سنت لوك ميديكال سنتر، المستشفى المشهورة في الفلبين، وهي أيضا تقصدها كثير من المرضى في الدول الكثيرة، منها الدول الخليج، لأنها تعتبر من أرقى مستشفى في الفلبين. في هذه الحي 31 ترى هذه العمارات الشاهقة الطويلة في هذه المنطقة الجميلة. انظروا هذه العمارات والمنظر الجميل هنا في هذه الحي. وطبعا ربما هناك من يتساءل ما هي مرتبة الفلبين عالميا، هل هي من الدول المتقدمة أو ما زالت نامية؟ في الحقيقة الفلبين ما زالت دولة نامية، ولكن في الفترة الأخيرة الوجيزة تقدمت بسرعة فائقة جدا اقتصاديا، وأصبحت في بداية هذه السنة من أسرع دولة نموا اقتصاديا في آسيا، ووصفتها مصدر أمريكي في بداية السنة أن الفلبين تعتبر أول من ضمن 20 الدول أو الدولة في العالم أفضل للاستثمار. وكما يعني سمع الكثير من أن الفلبين الآن تقدمت بسبب فوز الرئيس الذي قضى أو سيقضي، ما زال يقضي على المخدرات ورؤوس المخدرات والفساد الإداري، وأيضا كذلك الإرهاب. لذلك الآن نالت الفلبين يعني تقدما بسرعة فائقة بهذه بسبب هذا الرئيس. طبعا ليس سهلا أن تحارب المخدرات في دولة ما، ولذلك هناك قتلى من صفوف هؤلاء رؤوس أو تجار المخدرات. مرة ثانية أحييكم من قلب العاصمة الفلبين، وبالذات من مدينة تاغيغ أو بونيفاسيو الراقية، والمدن التي تعتبر اقتصاديا وتنزل إليها كثير من المستثمرين من كل العالم. والسلام عليكم.